السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الذي سنقدم لكم من خلاله تقنيات رسم خرائط المجال الريفي أو الحضري، الدرس مقدم لفائدة مستوى الجذع المشترك العلمي. إذن على بركة الله سنبدأ في البداية بمحاور هذا الدرس. إذن سننطلق بطبيعة الحال من التمهيد، ثم سننتقل إلى المحور الثاني المتعلق بتعريف الخرائط الموضوعاتية، ثم أشكال الخرائط الموضوعاتية، ثم المكونات الأساسية للخريطة الموضوعاتية، ثم في الأخير سوف نتدرب جميعا على رسم خريطة لتنظيم المجال الريفي والحضري. إذن على بركة الله، وكتمهيد لهذا الدرس أريد أن أسألكم ماذا تعرفون عن الخريطة وما هي أنواعها؟ بلا شك في مادة الاجتماعيات بشكل عام تتعاملون في الدروس مع مجموعة من الخرائط، وتراكمت في ذهنكم مجموعة من التمثلات حول هذه الخرائط. إذن هذه التمثلات يجب استحضارها شكليا من أجل التفاعل بشكل جيد مع هذا الدرس. يمثل الاشتغال على الخرائط إحدى الوسائل الفعالة التي تساعد على فهم الظواهر المجالية، ويعتمد في رسمها مجموعة من التقنيات والخطوات المضبوطة. إذن فما تقنيات رسم خرائط تنظيم المجال الريفي والحضري؟ هذا ما سنتعرف عليه في حيثيات هذا الدرس. إذن في البداية كتعريف للخرائط الموضوعاتية، هي عبارة عن خرائط تمثل توزيع الظواهر الجغرافية، إذن توزيع الظواهر الجغرافية على المجال، وتبرز العلاقة بينها. فقد تكون تحليلية أي تتناول موضوعا واحدا، وقد تكون تركيبية تتناول أكثر من موضوع. إذن هذا هو تعريف للخرائط الموضوعاتية، ويمكن التمييز بين ثلاث أشكال أساسية للخرائط الموضوعاتية. إذن الخرائط الأولى تسمى بالخرائط التحليلية، وهي تهتم بتوطين ظاهرة جغرافية محددة. إذن عندنا ظاهرة جغرافية واحدة محددة يتم توطينها فوق مجال جغرافي محدد. والنوع الثاني يسمى بالخرائط التركيبية، وهي عبارة عن ربط العلاقة بين معطيات عدة ظواهر جغرافية. إذن عندنا مجموعة من الظواهر الجغرافية ويتم تمثيلها على خريطة واحدة من أجل ربط العلاقة فيما بينها. ثم تبقى النوع الثالث وهي الخرائط المعدلة، عبارة عن خريطة لا تحترم المساحة الجغرافية في أبعادها الحقيقية، بل تمثل المساحة بشكل يتناسب مع الأهمية الكمية للظاهرة. إذن لكم مثال في الأعلى للخرائط المعدلة. ننتقل إلى المحور الثاني، وهو المكونات الأساسية للخريطة الموضوعاتية. المكونات الأساسية للخريطة الموضوعاتية، بلا شك إذا قدمت لكم هذه الخريطة وطرحت السؤال هل يمكنكم معرفة موضوع هذه الخريطة؟ بطبيعة الحال معظم الإجابات ستكون لا، وبل جل الإجابات ستكون لا، وإن أجبتم فالجواب قد يكون خاطئا. لماذا؟ لأننا لا يمكننا التعرف على موضوع هذه الخريطة بدون عناصرها ومكوناتها الأساسية. جيد، وأول مكون أساسي للخريطة ألا وهو العنوان. إذن العنوان كأحد المكونات الأساسية للخريطة، وهو يعرف بموضوع الخريطة مع تحديد إطارها الزمني والمكاني. إذا لاحظنا هذه العنوان خريطة توضيحية للتساقطات المطرية، إذن هذا هو موضوع الخريطة بالمغرب، إذن هذا هو الإطار المكاني، يعني المكان ديال الدراسة. ثم سنة 2016 زمن الدراسة، لأن المعطيات تتغير مع السنوات، وبالتالي وجب تحديد السنة التي تم تنزيل فيها هذه المعطيات. إذن هذا هو المكون الأساسي الأول. ثم ننتقل إلى المكون الأساسي الثاني الذي لا بد منه، وهو المفتاح. إذن لا بد من قراءة أي خريطة، نحتاج إلى المفتاح. له دور أساسي في قراءة الخريطة، يتضمن تحديد دلالات رموز الخريطة. إذن جميع الرموز المتواجدة داخل الخريطة سواء الرموز أو ألوان فنجد تعبيرها
داخل المفتاح من أجل قراءتها. بطبيعة الحال نحتاج كذلك إلى عنصر ثالث أساسي وهو مقياس الخريطة أو سلم الخريطة. إذا العلاقة بين المسافة الحقيقية على سطح الأرض والمسافة على الخريطة، إذا مقياس الخريطة من خلاله يتم تحديد المسافة الحقيقية على سطح الأرض وعلاقتها على الخريطة اللي هي على سطح ورقي. ننتقل إلى المكون الرابع وهو الاتجاه. إذا الاتجاه يشير إلى الاتجاه المغناطيسي والكارتوغرافي للخريطة. إذا الاتجاه المغناطيسي والكارتوغرافي للخريطة، إذا لمعرفة الشمال الذي يشير إليه السهم في الخريطة. ثم ننتقل إلى مكون أساسي كذلك وهو المصدر. إذا مصدر الخريطة أحد المكونات الأساسية، يحدد مصدر المعطيات المعتمدة في إنجاز الخريطة. إذا من أجل إنجاز الخريطة نعتمد على معطيات، والمعطيات تأتينا من مصادر مختلفة، وبالتالي من أجل معرفة ودقة المعطيات لابد من الإشارة إلى المصدر المأخوذ منه هذه المعطيات. ثم ننتقل إلى المكون الموالي وهي الرموز التعبير الخرائطي. الرموز التعبير الخرائطي، إذا يمكن التمييز في رموز التعبير الخرائطي بين مجموعة من الأنواع. يمكن تحديدها في أشكال نقطية ثم خطية ثم مساحية. إذا كاين الأنواع رموز نقطية ورموز خطية ومساحية. جيد، إذا لتمثيل هذه الرموز لابد من التمييز ما بين نوع المعطيات. إذا طبيعة هذه الظواهر الجغرافية تحمل مجموعة من المعطيات، قد تكون نوعية تحدد نوعا بحد ذاته، أو كمية منتظمة عبارة عن إحصائية كمية منتظمة. إذا بالنسبة للنوع الأول وهو الرموز النقطية، في الجانب الأول طبيعة الظاهرة الجغرافية النوعية يمكن أن نغير في الاتجاه، الاتجاه ديال الشكل الذي سنمثله به، ويمكن كذلك أن نغير في اللون. إذا نحتفظ بالشكل ونغير في باللون، ثم كذلك تغيير في الشكل اعتماد مجموعة من الأشكال، هذا فيما يخص النوعية. أما كمية منتظمة فيمكن التغيير في الحجم، إذا الاحتفاظ بالنقطة وتغيير في حجمها للدلالة على الكمية ديال الظاهرة المدروسة أو الظاهرة الممثلة على الخريطة. جيد، ننتقل إلى النوع الثاني وهي الرموز الخطية. إذا عبارة عن تغيير في الشكل، ممكن أن نغير في شكل الخط واعتماده في التمثيل، يمكن أن نمثل به الحدود، حدود مجالية وحدود إقليمية وحدود جهوية إلى غير ذلك، ونحدد المناطق بالخطوط. ثم تغيير في السمك، يمكن أن نغير في سمك الخط، ثم كذلك تغيير في اللون. إذا هذا فيما يخص الظواهر النوعية. أما بالنسبة للكمية المنتظمة يمكن التغيير في السمك، إذا نغير في السمك للتعبير عن كمية هذه الظاهرة الجغرافية المدروسة. ثم ننتقل إلى النوع الثالث والأخير وهو مساحية، ونميز ما بين اللون وما بين الهاشورات. إذا المساحة يمكن أن نمثلها على شكل ألوان أو على شكل هاشورات. إذا بالنسبة للون يمكن التغيير في الألوان، كذلك بالنسبة لكمية منتظمة يمكن التغيير في حدة اللون أو ما يسمى بالتدرج اللوني. إذا نغير في حدة اللون للتعبير عن قيمة معينة، قيمة إحصائية معينة. بالنسبة للهاشورات كذلك يمكن تغيير شكل الهاشورات. إذا كل نوع نعطيه شكلا من أشكال الهاشورات المتواجدة، ويمكن كذلك هي الأخرى التدرج في شكل الهاشورات على شكل كمية منتظمة. إذا هذا فيما يخص رموز التعبير الخرائطي. قلنا تنقسم إلى ثلاث أنواع: نقطية، خطية ومساحية، ويمكن التمييز ما بين نوعية وكمية منتظمة. إذا ننتقل إلى تطبيق رسم خريطة لتنظيم المجال الريفي. إذا كيف يمكننا رسم خريطة لتنظيم المجال الريفي؟ إذا عندنا مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى، أرسم على الدفتر إطارا مربعا نعتمد الأبعاد ديالو 10 سنتيمترات على 10 سنتيمترات، إذا بهذا الشكل. ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية، أجزئ الإطار إلى مربعات صغيرة، ضلع كل واحدة منها 2 سنتيمترات، إذا بهذا
الشكل، ثم ننتقل إلى الخطوة الثالثة، أرسم داخل هذا الإطار واعتمادا على المربعات خارطة صماء لسهل الشاوية. إذا الكتاب المدرسي المتوفر عندكم لسهل الشاوية، إذا ننزل معطيات هذه الخارطة على الخارطة التي نقوم برسمها. إذا في البداية نرسم باعتماد المربعات، إذا التقنية اعتمدناها سابقا. إذا نرسم سهل الشاوية عبارة عن خريطة صماء، ثم ننتقل إلى الخطوة الرابعة، وطن على هذه الخريطة الصماء أهم الأنهار والمدن الرئيسية، الحدود الإدارية للمنطقة. إذا نوطن جميع المناطق بدون كتابة الأسماء في البداية. إذا عند أثناء الرسم لا نكتب الأسماء أو أسماء الأنهار أو أسماء المدن، نتركها إلى آخر الخريطة. إذا في البداية نوطن فقط، نوطن المناطق المدن الرئيسية والأنهار سواء كانت رئيسية أو أنهار ثانوية. ثم ننتقل إلى الخطوة الموالية وهي أصنف الجهات. إذا على ورقة أو في جانب الخريطة شكل مفتاح نصنف الجهات الفلاحية بالشاوية، تم تصنيفها إلى 5 جهات. ثم ننتقل إلى الخطوة السادسة وهي اختيار الرموز المناسبة للتمثيل على الخريطة، ووطن كل جهة حسب نوعية إنتاجها الفلاحي. إذا عندنا كل جهة من جهات الشاوية لها إنتاج فلاحي معين، إذا نحدد الرموز أي الألوان التي سنستعملها في تمثيل الجهات، ثم نقوم بتنزيل هذه الرموز على الخريطة. إذا في البداية عندنا الشريط الساحلي هي بقليات وأبقار حلوب، إذا نمثل اللون على الشريط الساحلي ثم نضعه كذلك في المفتاح. ثم الثانية سهل البرشيد، حبوب مغلات، وثم تربية الأبقار والأغنام، إذا نضع اللون على الخريطة وكذلك في المفتاح. ثم هضبة بن سليمان، رعي غابوي وزرع نفشي، نضع اللون داخل هضبة ابن سليمان ثم كذلك في المفتاح. ثم هضبة سطات بن حمد، ثم نضع اللون في داخل الخريطة وفي المفتاح. ثم في الأخير هضبة بن مسكين، حبوب مغلالة وتربية الأغنام والمعز، نفس الشيء، إذا نضع اللون داخل الخريطة ثم كذلك في المفتاح للتعبير عن المنطقة الملونة. إذا نكون قد انتهينا من رسم داخل الخريطة وإنزال المعطيات داخل الخريطة. إذا تتبقى لنا خطوة أخيرة وهي أضع الخريطة عناصرها الأساسية التي قلناها سابقا، المفتاح، الاتجاه، المقياس، المصدر، العنوان، ثم كتابة أهم المدن وأسماء الأنهار المتواجدة في هذه المنطقة. إذا يتم كتابة هذه العناصر بالإضافة إلى العناصر الأساسية للخريطة كما قلنا، المفتاح ثم اتجاه الشمال والمقياس بالإضافة إلى المصدر. وبالتالي نكون قد انتهينا من رسم خريطة المجال الريفي بهذه الطريقة. إذا الخطوة الأخيرة وهي رسم خريطة لتنظيم المجال الحضري، وهذه الخطوة ستقومون بها أنتم بأنفسكم. إذا بنفس الطريقة أقوم برسم خريطة لتنظيم المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء كما هو لكم في الكتاب المدرسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.